تبارك تتحدث هذه العجوز بحسرة كبيرة عن الوضع الكارثي الذي تعيشه العائلات القاطنة بالمتقن القديم بالحروش، فالصور هنا أبلغ من أي تعبير، خاصة في فصل التساقط. وحنا نعاني وكلنا الفيران، يدخلونا الحناش البخوش، يعني صرار فينا الدراري مرضوا، انا ازماتيك بنتي ازماتيك بني ازماتيك، الراجل مرضوا في السبيطار دركو في السبيطار يعاني من الميكروب ديالو في من الريحه اللي في الدار، الفيضان يدخل لنا، نعاني وشتا الغاز ما عندناش غاز دو فيل، الماء عم دايرين تيوات نجيبو من برا. نقلت عائلات اغصان الاشجار لاستعمالها كاعمده داعمه كمحاوله فاشله، فيما استسلمت أخرى وتعيش بين جدران متماسكة بقدرة قادر. كالينو باش ما يطيحش، كل يوم يطيح على واحد، طاح حتى على الأولاد، تجرحوا طاح كذا، طاح علينا احنا كبار، عندنا نكاليو نجيبوا الحطب من الغابة ونكاليو به، كاليو به في ليكول. الدنيا رشات خلاص، كاين والو. الحروش وما استفدناش من السكنات من 2000 تقدر تقول 2008 ولا 2010، الحروش ما استفدش من السكنات والتراكم، الناس الكل تحتاج السكن. احنا بالنسبه لهذيك المدرسه راهي قديمه وراهم يحتاجوا، درنا لهم الاحصائيات في 2020 كانت حوالي 25، درك من الوقت هذاك اليومين هذا زادت كثرت بعض العائلات. انتهت صلاحية هذه البناية المكونة من الأميونط والقصدير منذ سنوات، لكن أزمة السكن بالحروش دفعت هذه العائلات للعيش فيها.